بيكو في قناة تعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا الإيطاليانو كل لارا. لو أنتوا لسه جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زرار الجرس علشان في كل مرة أنزل فيها فيديو جديد يجيلكوا بيه نوتيفيكيشن. النهاردة هناخد مع بعض 7 أسئلة من الممكن أن تتسأل لك أثناء مقابلة العمل أو 6 دوماندي كي بوتريبرو ريفولجرتي دورانت الكولوكيو دي لافورو. كلمة كولوكيو دي لافورو اللي هي معناها مقابلة عمل. هنا أول سؤال طبعا ممكن يجي اللي هو كوانتي أنيا، كم عمر حضرتك؟ وزي ما احنا شايفين ان احنا هنتسأل بلا فورما دي كورتيزية، يعني هو مش هيقول لك كوانتي أني أي، فلازم تاخد بالك من النقطة دي ان هيكون الكلام بصيغة رسمية أو فورما دي كورتيزية. بعد كده كوالي فاكولتا أونيفرسيتاريا أفينيتو، كوالي فاكولتا أونيفرسيتاريا أفينيتو يعني أي كلية جامعية التحقت أو خلصت، يعني إيه هو مجال دراستك. Da quanto tempo lavora؟ Da quanto tempo lavora؟ منذ متى وحضرتك تعمل؟ ناخد بالنا ان في السؤال ده هو هنا يعتبر بيسألك عن الخبرات بتاعت الشغل بتاعتك السابقة، وهل انت شغال بقالك فترة ولا دي لسه اول مرة تشتغل فيها. Perché vuole cambiare lavoro؟ perché vuole cambiare lavoro؟ لماذا تريد تغيير عملك؟ طبعا في ناس بتحب مثلا ان هي تغير الشغل بتاعها، ان هي تكون بتدور على فرصة احسن او عاوزة تغير المكان، او ان مثلا المدير مش كويس او الزملاء في الشغل مش كويسين. ولكن في السؤال ده طبعا نحاول ان احنا دارونا ونماجنا بوزيتيفا، ان احنا نقول صورة ايجابية، طبعا ما يعني اللي هو مش نتكلم بصورة سيئة عن الشغل اللي فات. تقول مثلا انك بتحاول دايما انك تدور على فرصة افضل، على مكان افضل، على مرتب افضل. كي لي ha consigliato la nostra azienda؟ كي لي ha consigliato la nostra azienda؟ من نصح حضرتك بشركتنا؟ طبعا سؤال مهم جدا اللي هو يعتبر بمثابة perché hai scelto la nostra azienda، اللي هو انت ليه اخترت الشركة بتاعتنا او مين قالك عليها. طبعا ممكن في الحالة دي تقول عادي زملاء ليك، او انك ممكن تتكلم كمان على انك كنت بتدور على الانترنت، وكمان تقول لهم انك قريت الاهداف او السكوبي بتاعت الاتسيندا او الشركة دي، وبالتالي حبيت انك تستفيد كمان من خبرتهم. Qual è il suo punto di forza؟ Qual è il suo punto di forza؟ اللي هي ما نقاط قوتك. في الحالة دي طبعا هتبتدي تتكلم عن مميزاتك، الحاجات اللي انت كويس فيها، الحاجات اللي انت تقدر تعملها. هل انت مثلا تقدر تشتغل لساعات طويلة؟ هل تقدر تشتغل في وجود ستريس؟ لان في ناس ما بتقدرش تشتغل في الستريس، يعني بتفقد كامل تركيزها. هل انت مثلا مستعد انك تشتغل تورني؟ يعني ايه تورني؟ اللي هي الشفتات، اللي هي الصبح ظهر الليل وهكذا. بعديها هنا بيقول كوالي السو بونتو دابولي، كوالي السو بونتو دابولي اللي هي نقطة الضعف، اللي هي الحاجات اللي الشخص ده ضعيف فيها. طبعا ما ينفعش نقول لا والله احنا ما عندناش نقاط ضعف، احنا كويسين، احنا لا، لان كل انسان في الحاجات اللي هو كويس فيها وفي الحاجات اللي هو مش كويس فيها. فنحاول طبعا ان احنا نتجنب ان احنا نقول اجابة غير واقعية، او ان احنا نقول لا احنا والله كويسين ومش عارف ايه. بعديها هنا بيقول كي كوزا فا نيل تيمبو ليبرو، كي كوزا فا نيل تيمبو ليبرو اللي هو ماذا تفعل في وقت فراغك. هنا بقى هتبتدي تتكلم عن الحاجات اللي انت بتعملها في وقت الفراغ، انك مثلا بتحب انك تسافر، بتحب انك تقرا، او بتعزف مثلا حاجه آلة موسيقيه وليكن البيانو الجيتار، انك مثلا بتحب تتعلم حاجه جديده، بتاخد كورسات كمان عشان تنمي من نفسك. طبعا لما تيجي
اجاوب على السؤال ده تقول اصلا انا والله ما عنديش وقت فراغ ومكرس وقتي كله للشغل. طبعا ده مش هيدي صورة ايجابية، بل بالعكس ده هيدي صورة سلبية. وكمان محدش ما بياخدش وقت فراغ الحقيقة، لان كل انسان بيحتاج من فترة للتانية ان هو يفصل شوية من الشغل بتاعه وياخد وقت لنفسه يستريح فيه، ان هو يعمل حاجة بيحبها. ولكن برضو ما تقولش الكليشيهات اللي هو مثلا بقعد في البيت، لا اقول حاجة فعلا انت بتحبها. واغلبية يعني بغض النظر عن الانترفيو بالايطالي ولا بالعربي، حاول انك كل اجاباتك، كمان النصيحة دي بقولها في الكونفرساتسيون، ان تكون اجابات ما تبقاش سد خانة، انك لما تيجي تجاوب تجاوب باستفاضة وبالمعقول. يعني ايه بالاستفاضة وبالمعقول؟ يعني مثلا لما حد يقول لك بتفضل السينما ولا المسرح، ما تجيش تقول له انا ولا بفضل ده ولا بفضل ده، انا اصلا ما بحبش اروح في حتة. لا، تقول والله اصلا بحب السينما بسبب ان انا بحب اشوف الافلام، ان السينما بتبقى اسهل ان هي تطرح مثلا من المسرح، المسرح محتاج حد يفهم فيه شوية. فما تبقاش اجابتك مقتصرة على لا علشان تقفل بيها السؤال، لان انت لما تقفل السؤال انت كده بتقفل الشخص اللي قدامك كمان ان هو يعمل معاك كونفرساتسيوني او ان هو يفتح معاك مجال الحوار. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وانكم تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تتابعوني على الجروب الفيسبوك تعلم الايطالية مع لارا، والانستجرام ليرن ايطاليان ويز لارا لو عندكم اي استفسارات. واستنوني في الحلقة الجاية. تشاو توتي.